ننتقل إلى هذا المقطع الذي تداوله ناشطون لإسماعيل هنية وكأنه ينعي نفسه بحسب وصفهم، إذ كان يؤم المصلين في مسجد أبو خضرة بقطاع غزة ويتلو آيات من القرآن الكريم. تابع. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر وفي مقطع مؤثر آخر تداوله ناشطون على نطاق واسع ظهرت إناث زوجة نجل إسماعيل هنية وهي تنعاه وتقول يا بنات الشهيدات استقبلوه بالجنة. نتابع. أمال ومنى بنات الشهيدات كان دائما يلحن في الحرب من كتر ما شفنا من قتل وخوف وترهيب ودمار كان يحكي يا ماما خلينا نروح نسافر عن سيد أبو العبد يا ماما خلينا نشرد من الحرب كنت أحكي لهم لا يا ماما ما بنفع إحنا يا ماما بنعيش مع الناس وبنموت مع الناس إحنا يا ماما زينا زي الناس لما نروح واستشهدوا فعلا كان زيهم زي الشهيدات الأطفال الآن يا أمال ومنى يا ماما أجسيد كان بحاله عندك استقبلنه يا ماما أحلى استقبال وبوسن إيده وشربنه مية استقبلنه أجمل استقبال هذا سيد كان رجل عظيم الأرض خسرته يا أهل الجنة استقبلوه يا أبناء ويا أبناء الأمة ويا أحرار الشهداء استقبلوه رحمة الله عليك يا أعظم الرجال يا سيدهم يا رئيسهم يا أنقاهم رحمة الله عليك والله لو نبكيك العمر ما نوفيك حقك يا حبيبنا رحمة الله عليك. وتنضم إلينا عبر الإنترنت من غزة السيدة إناث عبد السلام هنية زوجة الشهيد حازم إسماعيل هنية وأم الشهيدتين أمال ومنى حازم هنية. أهلا وسهلا بك إناث، بداية عظم الله أجركم، أنت زوجة شهيد وأم شهداء وكذلك عمك الشهيد إسماعيل هنية، ما الرسالة التي لديك بداية إناث؟ بداية السلام عليكم أرحب بكم وأرحب بالشهداء بالسادة المشاهدين عبر قناة الجزيرة. بداية أنقل التعازي إلى أهلي وأحبابي وإلى جميع أحرار هذه الأمة والعالم باستشهاد فقيدنا الحبيب القائد المربي رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الرجل إسماعيل هنية. بداية يعني هذا حدث جلل وعظيم وليس بالسهل أن تفقد الأمة رجل رباني عالمي كإسماعيل هنية، ولكن هذا هو المسير الذي ابتداه إسماعيل هنية وخطه بيديه منذ أن كان طفل، يعني منذ نشأة الولادة ولد مجاهدا وصنديدا وبطلا ليلتحق الآن بعد هذه المسيرة الطويلة في ركب المجاهدين وعلى درب القادة الأبطال وعلى درب أبناء شعبه وتسيل دماؤه الزكية لتلتحق بدماء أبناء فلسطين وأبناء غزة الذين يرتقون كل دقيقة منهم الشهيد تلو الشهيد على هذه الأرض المباركة دفاعا عن المقدسات ودفاعا عن مصر الرسول. وأتمنى يعني من الله أن يتغمده في رحمته وأن يكون في عليين بإذن الله مع النبيين وصديقنا والشهداء ومع أبنائه الكرام الشهداء الذين سبقوه بالإيمان. بالتالي إناث، ما المواقف التي تستذكرينها للشهيد إسماعيل هنية؟
ما المواقف التي أذكرها؟ نعم تستذكرينها يعني. يعني كل حياتنا مع عمي أبو العبد مواقف كثيرة، ولكن أذكر آخر مواقفي معاه أيام استشهاد زوجي وأبنائي وأبناء عمي. فكان هو كما تعلمون استقبل الخبر بكل شموخ وقالها الله يسهل عليهم. فعندما كلمني بعد استشهادهم ليعزيني، فكنا نتكلم وكأنه لم يحدث شيء رغم أن المصاب جلل. فقال لي وين سلامات يا أم الشهداء؟ قلت له وين أنت يا أبو الشهداء وجد الشهداء؟ فكنا نتبادل الابتسامات وكنا دائما على تواصل ونذكر بعضنا في الكرامات. وكان دائما يقول لي إناس قرأت تفسير في آية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقرأت تفسيرها وانشرحت وكأنني يعني أنا ليس هذا ليس مكاني، مكاني في الجنة وذهبت مشوارا إلى الدنيا وسأرجع إلى الجنة. هذا كان حديثه. ماذا أقول؟ مواقف كثيرة وجميلة ورائعة على الأخ الحبيب القائد أبو العبد رحمه الله. طيب إيناس، بمناسبة الابتسامات، يعني أنت تبتسمين الآن بينما هناك الملايين حول العالم يبكون استشهاد إسماعيل هنية، من أين لك هذه القوة ولماذا تبتسمين؟ شوف أحكي لك، لما تكون أنت داخل امتحان ودارس له منيح راح تخلص وأنت مبسوط من إجاباتك لأنك ضامن النجاح. فلما إحنا دخلنا هذه المسيرة وأبو العبد هني دخلها كان ضامن شو أخريتها وشو نتيجتها. فهذه نتيجتها، شهادة يفرح بها المؤمنون، وأيضا أنه عرس وليس عزاء. يعني أنا أستغرب، ولكن فرحت أيضا عندما كان الإسرائيليين يحلون في غزة في عن استشهاد عمي الحبيب. ضحكت وقلت إحنا ما عندنا سكر في الشمال علشان نعمل حلويات ونوزع، وفروا علينا، هم صاروا يحلوا من عندهم، ممنونين لهم كتير. يعني ما يفرحوا برضو، إحنا فرحين يعني مبسوطين. يعني في آية قرآنية بتقول قال الله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهل يعقل أن يكون إسماعيل هنية فرح وإحنا ونحن لا نفرح لفرحه؟ يعز علينا فراقه، ليس بالسهل فراق إسماعيل هنية، وليس بالرجل السهل يعني إنه يعني يمضي مرور الكرام. ولكن ذكره فينا ما حيينا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وهذا قوتنا يا أخي، هذا قوتنا. سبقنا إلى الجنان والتحق بركب إخواني الذين سبقوه في المسيرة، وهذا شيء رائع. يعني إن الإنسان يختم حياته بالشهادة، الشهيد كرامات لا يعلمها إلا الله، وليس يعني ليس غريب على نهاية أبو العبد أن تكون بمثل هذا الشرف العظيم الذي يحتذى به. طيب إيناس ابقي معنا، هناك خبر عاجل ننوه عليه، أن الرئيس التركي أعلن غدا الجمعة يوم حداد وطني على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية. نعود إليك إيناس مجددا، يعني يقال أن الشهيد إسماعيل هنية كان يتوقع الشهادة بل وينتظر هذه الشهادة، لو تحكي لنا أكثر في هذه النقطة. هو كان عمي أبو العبد طوال هذه الفترة ما كنا معه، فترة استشهاد أولاده، كل كلامه جل عن أنه الحياة قصيرة، الحياة ليس لها معنى، الحياة ليس لها أي قيمة بدون هدف أنك تذهب في سبيل الله شهيداً. كان دائما يقول الحياة فانية، يعني لا تحزنوا كثيرا فلقاءنا قريب، وكأنه يشعر بلقاء القريب. في أبي يا حج يعني ما تروح لطهران، خليك يعني الفترة هذه في مكانك. فقال لا أنا أذهب، لعل هذه الزيارة تفرج عن أهل غزة ولعلها تكون حقا لدمائهم. وها هو اليوم يعني في هذه الزيارة يلتحق بركب الشهداء،
وأسأل الله أن تكون هذه الدماء حقن لدماء أبناء شعبي في غزة. وهذا عدو يعني مجرم، يعني حتى إناس ممكن في أي لحظة تنعوها على قناة الجزيرة عاجل استشهاد إناس هنية. هذا أمر متوقع، فأنا لا أخشاه. يعني بالعكس، هو يقدم لي معروف ألتقي بعائلتي. على فكرة، أنا امبارح كنت في تصوير مع الأخ إسماعيل الغول، لكي لا أنساه، كان في تغطية للشهيد القائد إسماعيل هنية على أنقاض بيته، وكنت أنا وإسماعيل في رفقة بعضنا البعض، فلم أتركه إلا دقائق، وإذ بي أسمع بصوت انفجار. من كثر الانفجارات اللي حصلت عندنا في غزة، بطلنا يعني زي ما بيحكوها نكترث كثير، من كثر يعني ما الأمر صار عادي طبيعي روتيني في أيامنا، من كثر ما هو الأمر مهول. فدقائق اللي هم بيحكوا اغتيال الأخ إسماعيل الغول، فأنا حكيت لهم مستحيل. طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع إيناس عبد السلام هنية، زوجة الشهيد حازم إسماعيل هنية. إذا نعود مرة أخرى إليك دكتور طارق، يعني كيف تعلق على هذه المقابلة السريعة مع زوجة ابن أو زوجة الشهيد ابن الشهيد إسماعيل هنية؟ طبعا نحن نتكلم عن عائلة يعني اعتادت على الفقد خلال هذه الحرب، فقدت أكثر من 40 شخص من العائلة المصغرة، وربما أكثر من 100 شخص حسب ما يعني سمعت من مداخلة لعبد السلام هنية، بأنهم فقدوا أكثر من 100 شخص من الحمولة أو من العشيرة. وبالتالي حقيقة ليس غريبا في هذا الموضوع. المسألة الأخرى بأنه نعم، حتى يعني الحالة الفلسطينية، هو هذا انعكاس للحالة الفلسطينية، لأن انعكاس لحالة الشعب الفلسطيني الذي يقابل الموت على أنه مسألة جزء من حياته وقدر من الممكن أن يواجهه في أي لحظة، ليس فقط اعتبارات السن والقدر الافتراضي أو غير ذلك، وإنما المسألة نعم من الممكن أن تواجه الفلسطيني في أي لحظة. حقيقة الثبات الذي تبديه عائلات الشهداء بشكل عام في قطاع غزة، وربما هذا النموذج الذي رأيناه قبل قليل، يعكس لماذا استطاعت غزة أن تصمد لمدة 10 شهور حتى الآن. كيف كانت الحاضنة الشعبية رغم كل هذه المعاناة وكل هذا الألم وكل هذه المأساة، كانت تستطيع يعني كانت تقاوم حتى الآن. وإذا أردنا أن نفسر في هذا المشهد أكثر، نقول بأن المقاومة الحقيقية التي كانت في قطاع غزة هي مقاومة الناس العاديين، إضافة إلى مقاومة المقاومة الذين حقيقة استبسلوا في الدفاع عن أرض غزة في وجه دبابات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذه المقاومة أو هذا النوع من المقاومة هو الذي يستعصي على المواجهة. دكتور عطرة، نعود مرة أخرى إلى إيناس هنية. أهلا وسهلا بك إيناس مجددا، تسمعينني؟ نعم. طيب إيناس، يعني كنت تحكينا عن الوضع في غزة والذي انعكس عليكم بما أنكم عائلة فلسطينية تسكن في قطاع غزة. ربما هناك تساؤل ليس في محله الآن، لكنه تساؤل هام. هناك أقاويل أثيرت خلال الفترة الماضية أن عائلة إسماعيل هنية تقيم وتتنعم في الفنادق بينما يعاني الشعب الفلسطيني في غزة. أنت زوجة شهيد من عائلة إسماعيل هنية، نجل إسماعيل هنية، وكذلك عمك الآن شهيد إسماعيل هنية، وأبناؤك شهداء وهم أحفاد إسماعيل هنية، كيف تردين على هذا الكلام؟ صحيح، كلامهم صحيح، نحن نعيش في قصور وفنادق غزة، فأجمل قصر في العالم غزة، كي يعلموا حقيقة ما يدعون، والافتراءات التي ادعوها علينا باتهامنا بأننا في القصور. الآن نحن في الجنان نتبوأ المقاعد، والذين اتهموهم ها هم الآن في جنان عرضها السماوات والأرض، فليتفوهوا ما يتفوهون، يا جبل ما يهزك ريح. بالإضافة إلى ذلك، إنه دماء شهدائنا كانت هي خير شاهد على هذه البراءة، للأسف، وهي شهادة غالية وقاسية، أن
تكون على دماء وأشلاء أبنائنا كي يصدق العدو وصديق، ولكن هذا لا يهم، لا يهم أبدا، ولم يعني يكدر ولم يوقف من مسيرتنا أو من مضينا إلى الأمام، لن يزيدنا إلا عزيمة وإصرار. والحمد لله الذي شرفنا أن ارتقى زوجي وأخوته وأبناتي وبنات أخوه لزوجي أحفاد القائد إسماعيل هنية، ومن قبلهم حفيدين الدكتورة رؤى والصحفي جمال على أرض شمال غزة تحديدا وفي مخيم الشاطئ. فهذه كانت براءة تطبع على جبين كل إنسان منبطح، والحمد لله الذي شرفنا بهذه الشهادة وبهذا المقام وبهذه الرفعة، والآن نحن نسكن الجنان، فمن مثلنا؟ طيب إيناس، عائلة الشهيد إسماعيل هنية وعائلتك كذلك ذاقت الأمرين خلال هذه الحرب، فقدتم العشرات من الشهداء. ما الذي حدث لكم في هذه الحرب؟ كم عدد شهداء العائلة؟ والله أحكي لك من كترهم مش عارفين العدد، يعني أعطيك عدد يعني إنه هذا أكيد لا، ويعني احتمال أن يزيد يعني، وهذا شرف لينا. بس على ما أذكر من صلب العائلة، تقريبا 30 أو أكثر شيء، من 30 شهيد، ويضاف إليهم حبيب القلوب ونور العيون وتاج الرؤوس، رجل الفاضل، رجل الصنديد أو العبد، يضاف إلى قافلة هذه الشهداء ليزينها في الجنان بإذن الله مقبلا غير مدبر. أما على المستوى العام أعتقد أكثر من 300 أو 400 في الحمولة، أكثر لا أعلم، لا أعلم يعني عدد معين، هل هم 100 200 أو أكثر، يعني كل دقيقة نفقد. شوف، هو كل أحد يرتقي من شهداء غزة فهو من عائلتي، كل طفل يسقط على أرض غزة شهيدا فهو طفلي، فهو ولدي. فعائلة هنية يعني حاضنة شعبية، أبو العبد كان أبو الشعب وأبو الجميع. فهذه يعني أي حدا يرتقي شهيد على أرض غزة فهو من عائلتنا، فهو من جلدتنا. وكان كلامي وكلام عمي أبو العبد رحمه الله وكلام عائلتي أيضا أن دماء أبنائنا ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا، وها نحن نجود بأبنائنا وأولادنا وأزواجنا، ونجود في رئيس حركتنا شهيدا على درب الجهاد المقاومة، على درب الدفاع عن أرض فلسطين والمقدسات ونصرة لله والرسول والحق. إن هذه قضية عادلة، لا ينصرها إلا إنسان حر شريف، ولا يتخاذل إلا إنسان منبطح منجرف إلى السواد بإذن الله. إيناس، بمناسبة الشهداء، ما هي آخر مرة قابل فيها الشهيد إسماعيل هنية الشهيد ابنه حازم زوجك معي؟ وكذلك تسمعني؟ أسرتك؟ نعم أسمعك إيناس، تسمعينني؟ هل ما زلت معنا إيناس؟ يبدو أن الخط قد انقطع عند إيناس، أعود مرة أخرى. طيب شكرا جزيلا لك إيناس هنية، كنت معنا من غزة.